يا اهلا يا اهلا، النهارده هنحكي لكم قصه فيلم غريب جدا ونهايته نهايه اغرب من الخيال، وهو فيلم اتمنى ان. لكن كعادتنا وقبل ما نبدا ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك الاجمل وتفعل معاه زر الجرس علشان يوصلك كل الملخصات اللي جايه. بتبدا احداث الفيلم مع الست دي اللي اسمها جوهانا وكانت بترمي حاجه في السله. جوهانا مخلفه بنت اسمها كلار وبتحب دايما تركب العجله بتاعتها وبتحب الكلب بتاعها قوي اللي اسمه ماكس. وبعد ما خلصت لعب بترجع البيت وكانت بتدور على امها، ولكن لما بترجع البيت بتلاقي امها شنقت نفسها، وهنا احداث الفيلم بيخلص وتوتا توتا خلصت الحدوتة. لكن علشان نكتشف بعد كده ان ده كان مجرد حلم وانها كانت كبيرة في السن ومش طفلة زي ما ظهرت في الاول. ده جوناثان ابو كلاري وكان بيساعدها تحضر نفسها علشان تروح المدرسة. وهنا كلير بتركب العجلة وكانت ماشية في الطريق وحاولت تساعد عمها وتجيب له الجورنال بتاعه من على الارض، بس خبط فيها بالعربية مجموعة من الشباب المتنمرين واللي معاها في نفس المدرسة، وبتقع وبتتعور، وعمها حتى ولا فكر يساعدها ولا حتى فكر يجيب الجورنال بتاعه من على الارض. بعدها بيظهر قدامنا افضل صديقتين لكلير وهم جون وميريديث. كانت كلير هنا بتحاول تساعد صحابها يعلقوا اللوحة، بس جه ولد رزل وصورها وهي واقفة على السلم. دي دارسي، البت دي تعتبر من ارخم الناس المتنمرين في المدرسة. ساعتها رمت كوباية القهوة على اللوحة اللي بيعلقوها علشان بعدها تحضر كلير درس صيني، وبتقابل صاحبها ريان واللي بيقول لها ان اللوحة بتاعتها جميلة قوي وبيحاول يلفت نظرها ليه. كلير هنا ما بتهتمش بيه وبتركز مع الولد اللي اسمه بول، والمفروض ان بول ده واحد من المتنمرين برضه. نرجع هنا لابو كلير واللي كان عنده هوايه غريبه جدا جدا جدا، وهي انه بيدور في الزباله عن اي حاجه غريبه، والهوايه دي خلت صحاب كلير المتنمرين يتنمروا عليها اكتر. وفي يوم من الايام بيلاقي صندوق غريب، وده نعرف حكايته كمان شويه. وفي وقت الغدا في المدرسه جم شله المتنمرين وكان معاهم اتنين زياده وهم لولا وتايلر، وباقي اللي اتعرفنا عليهم فوق. عملوا حفله كبيره كبيرة قوي على كلير واتخانقوا معاه. كلير هنا ما مسكتش نفسها وردت على دارسي، قالت لها حاجة كده زي معفنة. دارسي تسكت، لا، قامت ضربتها بالقلم. راحت كلير ردت لها القلم هي كمان، وهوب مسكوا في شعر بعض. دي لوكا جارة كلير، راحت كلير علشان تقعد معاها شوية وبعد كده رجعت البيت. لما رجعت لقيت ابوها سايب لها الصندوق اللي لقاه في الزبالة على السرير، والصندوق ده كان عليه كلام بالصيني، وبالرغم من ان كلير كانت بتدرس صيني الا انها ما فهمتش غير كلمتين بس، وده ان دالفا يدل على ان كلير ما كانتش شاطرة في المدرسة. ويخسرت صرفك يا ابو كلير ويا ام كلير على كلير، لكن الكلمتين الوحيدتين اللي فهمتهم هما سبع امنيات. بس درس المستفزة نشرت صور لأبو كلير وهو بيدور في الزبالة وكتبت على الصور دي الأب الزبال. طبعا كلير اتضايقت جدا وقررت ان اول امنيه ليها في الصندوق ده وهي ان دارسي تبقى معفنه زي ما قالت لها في المدرسه، علشان بالليل الصندوق بيتفتح ويبدا يعمل موسيقى مخيفه، وبعد الموسيقى ما تخلص اتقفل تاني. الغريب ان دارسي لما صحيت الصبح لقت نفسها بقت معفنه فعلا، وده جازتها علشان تبقى تتنمر على خلق الله بعد كده. ولكن كلير لما رجعت البيت لقت الكلب بتاعها ميت. حاولت كلير انها توري صوره من الصندوق ده لمدرس اللغه الصيني بتاعها، ولكن للاسف هو برضه ما فهمش حاجه وقال لها ان الكلام ده مكتوب بالصيني القديم. ويا زين ما اخترت يا كلير، علشان ريان يسمع اللي حصل بين كلير وبين الاستاذ بتاعها، وقال لها ان بنت عمه تقدر تساعدها، وزي ما قلنا انها كانت بتحب بول علشان كده كانت الامنيه الثانيه بتاعتها ان بول يقع في حبها. فعلا بول كان بيعاملها بطريقه حلوه جدا، بس في المقابل عمها اتزحلق وهو بيستحمى ودماغه اتخبطت في الحنفيه ومات في البانيو. ابوها قال لها ان عمها مش هيسيب لها اي حاجه في الورث، علشان كده طلعت فورا تكلم من الصندوق مره ثالثه وبتتمنى منه ان عمها يسيب لها اي حاجه من الورث، علشان يرن التليفون تاني يوم وواحد يبلغ ابوها ان عم كلير ساب لها كل الورث بتاعه. اول حاجه فكرت تعملها هي انها راحت شهيصت نفسها في الكوافير هي واصحابها، اي لاينر بقى وفاونديشن وحاجات احنا كاولاد ما نعرفش عنها اي حاجه. بس للاسف جارتها ديلوكا بتموت موته متوحشه جدا، والصندوق بيتفتح ويعزف الموسيقى المخيفه مره تانية، وهنا بتحلم كلير حلم مخيف جدا وبتحس ان كان في حد موجود معاها في الاوضه، علشان تاني يوم تشوف لولا واقفه مع بول في المدرسه، بس بول كان بيعاملها وحش جدا، وبعدها بيجي يطلب من كلير انها تخرج معاه. بعدها بتروح كلير مع ريان لبنت عمه اللي اسمها جينا، واللي هتحاول تعرف البهاريز من الترجمه اللي مش مفهومه دي. قالت اللي مكتوب ان الصندوق هيقدم لصاحبه سبع امنيات، ولكن في شرط، لو صاحبه رمى الصندوق كل الامنيات دي هتروح، غير ان الصندوق ده بتاع واحده اسمها لوماي، والمفروض انها عملت لعنه على الصندوق ده، وده علشان تقتل اللي قتل عيلتها في سنه 1910، وبيقال انها بقت غنيه جدا وباقي اعدائها اتدمروا، ولكن في سنه 1922 ماتت بسبب الانتحار. وهي راجعه شافت ابوها بيدور في الزباله برضه مع صاحبه، وقال له انه بيحب يعمل الموضوع ده على طول. طبعا كلير اول حاجه هتفكر فيها زي ما جه في دماغكم بالظبط،
راحت طلبت من الصندوق ان ابوها يبطل عدا اللي جاب لها المشاكل دي. جينا بتجيلها رساله فيها الترجمه الاصليه اللي مكتوب على الصندوق، بس ساعتها الكهرباء بتقطع والشبكه كمان بتقطع والمزيكا بتعلى وحاجه اخر رعب. بتحاول تتصل برايان بس ما بيردش، وبتتكعبل في السجاده وهوب بتخبط في التمثال وتموت. ريان بيبدأ يخمن اللي احنا خمناه من شوية، وهو ان الصندوق ده علشان يحقق لك امنية لازم ياخد روح حد قدامها، بس كلير بتكذب عليه وبتقوله انها ما استخدمتش الصندوق ده ولا مرة، علشان بعدها كلير بتطلب من الصندوق انها تكون اشهر واحدة في المدرسة. صاحبها بول بيطلب منها تيجي الحفلة والكل بيكون معجب بيها، ولما بترجع البيت بتلاقي حد بيطاردها تاني وبتفتكر ان الشخص ده بيعمل كده علشان الصندوق، فعلى طول بتروح مخبياه. بتحاول كلير هنا تتكلم مع صحابها القدام وتقول لهم اللي بيحصل لما بتستخدم الصندوق ده. صحابها بيردوا عليها بيقول لها ارمي الصندوق ده بدل ما انت عماله تقتلي في الناس علشان تحققي امنياتك ورغباتك ياللي ما عندكش دم. وفي يوم من الايام بتروح حفله معاهم وبيسالوها رميت الصندوق يا كلير ولا لا، علشان تكذب عليهم وتقول لهم ايوه رميته، وبتكتشف في الاخر ان بول هو اللي كان بيطاردها. على طول بتقطع علاقتها معاه، والصندوق ساعتها بيبدا يعزف موسيقى رعب. كلير بتقول لصاحبتها جون انها كذبت عليهم، وساعتها بيلاقوا جثة ميريديث ميتة في الاسانسير. ريان وراها مصير الناس اللي كان معاها الصندوق قبلها، وللأسف كل اللي كانوا يعرفوهم ومعاهم الصندوق بعدها انتحروا، حتى ان الشيطان بياخد روح ملك الصندوق ده بعد الامنية السبعة. حاولوا يدمروا الصندوق ويولعوا فيه بس كل ده فشل. بتخبي الصندوق مرة تانية من جديد علشان تصحى بالليل تلاقي بول قدامها وكان بينتحر وبيقطع شرايينه علشان مش قادر يعيش من غيرها. والصبح بتلاقي الصندوق اختفى والجرس بيرن، واللي على الباب بتوع مصلحة الضرايب. بتكتشف ان عمها ما كانش بيدفع ضرائب لمدة 10 سنين، علشان كده الثروة بتاعتها كلها بتروح. وبترجع كلير مرة تانية للحياة الطبيعية والفقر والتنمر اللي كانت بتتعرض ليه. في المدرسة بتكتشف ان صاحبتها جون سرقت منها الصندوق وبيتخانقوا، وكلير بتاخده منها مرة تانية، وكانت بتتمنى انها تشوفه ماما مرة تانية من جديد وتحتفل معها بعيد ميلادها. وساعتها بتعرف انها انتحرت في بداية الفيلم بسبب الصندوق ده. الصندوق ساعتها بيبدأ يعزف موسيقى، وفي الخلفية ابوها وصاحبه واقفين على الشجرة بيقطعوا فرع الشجرة، وطبعا بيستخدموا في التقطيع ده منشار كهربائي. بتحاول على طول كلير تجري تنقذ ابوها، بس الوقت كان متأخر والمنشار بيقطع راسه. في اخر امنية بتتمنى انها ترجع لليوم اللي شافت فيه الصندوق. ساعتها بتطلب من ابوها وصاحبه يروح معاهم، وبتلاقي الصندوق. بتحط الصندوق في شنطة وتطلب من ريان انه يدفنه، علشان وهي راجعة دارسي صاحبتها بتخبطها بالعربية وبتموتها، ووقتها الشيطان بيقدر يستحوذ على روحها. لحد هنا بينتهي الفيلم، لكن بينتهي المشهد على ريان وهو ماسك الصندوق بين ايده، واعتقد انه هيفتح الصندوق وهيكرر نفس السلسلة مرة تانية. وبهنا يكون انتهى ملخصنا النهاردة. لو عايز تتفرج على ملخصات تانية اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك الملخص اول ما ينزل. اشوفكوا على خير الفيلم اللي جاي. سلام.